مساء الجمال، مبروك لجماهير النادي الأهلي، بداية موفقة. يهمني جدا الأهلي والزمالك أنه يبدأوا الفترة دي بمكاسب وثقة، عشان تفرق معهم جدا جدا في بطولة أفريقيا. إن شاء الله بطولة أفريقيا ما تخرجش عن الأهلي والزمالك. طبعا فايلر ابتدى بتشكيل غير متفاهم تماما، أغلبيتهم لعب فردي، ما فيش اللعب في تفاهم. اللي كانوا يعني واقفين على رجلهم في الأهلي هو برضو كانوا متأثرين بالكورونا زيهم زي زمايلهم، بس كانوا مميزين النهاردة. عشان بس مش عايز كلمة أصل بادجي لسه بدري، ده لسه بدري، لسه بدري دي لسه بدري دي يعني زهقت مننا. مش حاجة اسمها في الكرة لسه بدري، اللاعب يبقى باين من أول لمسة لي. النهاردة مثلا محمود متولي نجم المباراة، السولية، أفشة، التلاتة دول كانوا مميزين. ما دول كانوا متأثرين بالكورونا، ولا هم ما كانش عندهم كورونا وكانوا بيلعبوا ويتمرنوا هيتمرنوا. كلنا تأثرنا من الكورونا وكلنا قعدنا في الحظر وكلنا قعدنا في بيوتنا، لكن في لاعب مميز وفي لاعب بليد او في لاعب بعيد المستوى. طبعا في تأثر، بس في ناس بعيدة خالص. يعني النهاردة مع احمد متولد 90 دقيقة واقف على رجله. سولية مميز، أفشة مميز، أجاي واخد غطس، لكن سبحان الله أجاي ده واخد غطس بس يسيبه 90 دقيقة، يروح عامل لك واحد كده فارق لك روح انفراد او يود حد انفراد. لكن بادجي انا شايف ان هو يعني مقلب كبير. عايزين نتكلم على ماتش سريع. زي ما قلنا تشكيل مش متفاهم. النادي الاهلي سيطر على اللقاء بالناس اللي طبعا خبرة معلول، و سوء مستوى بقى جيراردو، سوء مستوى مروان، واجاي واخد غطس، فطبعا ما تحسش الاهلي هيجيب جول. وخلي بالك الدقيقه 60 انا كتبت قلت النادي الاهلي هيجيب هدف كره عرضيه من محمود متولي، زي نادي الزمالك كده برضو في الماتش ما كانش هيجيب هدف مع المصري الا بكره من المدافعين. فسبحان الله هاني، وهاني خلي بالك 90 دقيقه ما دخلش ال 18. محمد هاني التسعين دي هي دي الكرة الوحيدة مجبر أخاك ليه؟ إن هو راحت على الخط لغاية خط المرمى الزحلق ورفع الأوفر، فطلع برا المرمى وطلع معاه كمان كريم، فهو رجع عايز يرجع مكانه كباك رايت، اتدبس لقى نفسه أيمن أشرف لعبها له عند البلين. يعني لو محمد هاني هجمة عادية وهو واقف ناحية الباك رايت ما كانش هيكمل جوه ال 18 كده، لأن 90 دقيقة ما عملهاش. لكن اللي خلى محمد هاني يكمل في الكرة دي هي أصلا كان هناك، هو أصلا كان عدى بالخط وطلع عند الصحفيين مثلا كده زي ما كنا بنشوفه، والزحلق معاه كريم. كريم هو السبب في الهدف، لأن كريم، ولعلمك كريم ده هنتكلم عليه ده حاجة تفرح يعني، وطبعا محمود جاد، الاتنين دول أجادوا في الماتش من إنبي. لما محمد هاني طلع برا الملعب خلاص رفعها وكانت اوفر كويس، فرجع بقى لقى نفسه راس حربة. ما هو رجع كان اخر لعيب للنادي الاهلي، كان اخر لعيب، فايمن اشرف شافه راح حاططها له، فمحمد هاني خد الخطوتين وحطها له. انما محمد هاني ما كانش هيخش ال 18 اصلا الا في الكرة دي مجبر فيها. وكمان اللي كان راجع معاه بعد الاوفر اللي اتلعب اللي هو كريم، هو اللي كشف الاوفسايد، ومحمود جاد سهل عليه لما طلع غلط، مع ان محمود جاد من نجوم الماتش. حلمي طولان انا بديله، هو افضل مدرب مصري في الدوري المصري السنة دي. طبعا افضل مدرب اجنبي فايلر طبعا بدون يعني ما تفكر يعني، لكن افضل مدرب مصري هو حلمي طولان. ليه؟ هقول لكم ليه. اولا علي ماهر مع انبي في بداية الموسم كان الاخير في الجدول، مش مستوى من علي ماهر مدرب هيبقى مستقبله كبير، لكن هو سوء لعيبة، سوء مستوى لعيبة. لما جه حلمي طولان مدرب محنك خبرة قدر، خلي بالكم النهارده لولا الكرة بتاعت هاني دي كان ممكن الماتش يخلص 0-0. مدرب بيعرف يتعامل ازاي. تخيلوا الفرقة دي لما مسكها حلمي طولان لعب معاها 20 ماتش، اتغلب ماتشين بس، وانا شايف انها فرقة بصراحة انبي يعني فرقة ملط بمعنى الكورة يعني. فحلم طولان ان يعمل بقى من الفسيخ شربات، دغري لازم نقول دي. انا شايف في الملعب النهاردة
رامي صبري عنده خبرات طبعا، محمود جد حارس يفرح، كريم اللي هو الباك شمال ده حاجة سوبر سوبر، لعيب رائع، وكمان في التايمينج بتاعه وسرعاته وكورته وثقته في نفسه ما يلعبش باك شمال ممكن لكن اكيد كابتن حلمي طولان مجبر ان يلعبه. وفي عبد الرحمن عماد شويه، وطبعا بقى بسيوني واللي هو بياخدوا كره ويجروا، لكن هم الاثنين ثلاثه في الفرقه، والباقي يعني دول فعلا فرقه كانت اخر في الدوري مع علي ماهر، وفعلا كانوا سيئين. بس لما جه كابتن حلمي طولان قعد اول ما مسك قعد 7 ماتشات كسب 6 من ضمنهم الزمالك، كسب الزمالك. النادي الاهلي بدايه موفقه، بس انا عايز زي الزمالك قال لك ايه، معلش اصل احنا راجعين من كورونا. ايوه راجعين من كورونا، طب محمود علاء راجع من كورونا، الونش راجع من كورونا، ما كانوا نجوم الماتش، نجوم الماتش محمود علاء، الونش، حازم امام، عبد الشافي، الاربعه دول ما راجعين من كورونا، بس ما تحسش ان هم راجعين من كورونا، كانوا لعيبه كويسه، لان اللعيب لعيب. النهارده والله السوليه برضو كان في بلده فيها كورونا، والله ولا السوليه ساكن في بنجلاديش، السوليه قاعد في مصر هنا، وباجي ده كان قاعد هنا، لكن شوف السوليه هو السوليه بتاع قبل كورونا، قفشه هو قفشه بتاع قبل كورونا. محمود متولي النهارده ممتاز، ايمن اشرف، بس الفاولات اللي ده ايمن اشرف بيطلع المطوه يذبح الراجل وراح رايح يحتج على الحكم، يعني شفتها في الاعاده ماسك احمد علاء هيموته، انما هو روحه كويسه وشخصيه انا بحبها جدا ايمن اشرف. عمل جون الاولاني يعني مسطره، يعني 80% من الهدف الاوفر اللي عمله ايمن اشرف. طيب مروان عارف نفسي اطلع في ماتش كده، يعني اديله دفعه واقف معاه، مش قادر اقف معاه. يا مروان انت بتلعب في النادي الاهلي، يعني تلعب كوره، لو تلعب في ماتش وتفضل تضرب وبتاع يقول لك ماشي عايز نقطه، هي دي انت بتلعب في الاهلي، ايه اللي بيخليك تلعب مصارعه ويضرب في اللعيبه ويعمل صدر كده وبتاع؟ العب كوره، العب كوره، العب كوره، هتلاقي نفسك بتروح مع الناس. انما انت النهارده عمال تخبط في الناس وعملت تاجلنج يا راجل، ده الشوط الاولاني عملت زحلقه في رامي صبري شايله من الارض، شيل اي انتزاعه للحكم، انت مش جريان سخن. مروان المهاجم لازم يبقى بارد عنده هدوء، زي اجاي ده على فكره من الماتشات الوديه، انا في بحلل الماتش ودي من اسبوع كده قلت اجاي اول كره لمسها قلت اجاي واخد غطس، النهارده اجاي بعيد خالص، بس تخيل وهو بعيد كده ما تغيرش ليه؟ فايلر مدرب فاهم بتاع كوره قال لك اجاي وهو وحش قوي ممكن يروح موقف كوره مودي واحد يجيب جون، عمل واحده النهارده مع قفشه 1-2 وراح يجيب جون، لولا رامي صبري بخبرته خده في ظهره ووقع الاثنين، لكن كان ممكن يسجل اجاي وهو كده يخلص الماتش. مش عايز اتكلم بقى على ديانج، هتقولوا بقى ده انا كل تحليل اقول ديانج قليل، والله يا جماعه الراجل ديانج عامل 4 سيروهات لمحمود جد الحارس، يعني عامل النهارده 3 في الشوط الاولاني ياخدها وما فيش ضغط عليه، طق يروح عاملها عند محمود جد الحارس ما فيش فلنه حمراء هناك. هو انا بجيب اللاعب المحترف عشان يعمل فاولات ويضرب ودبابه زي ما بيفرحانين بيه؟ لا، انا بجيب اللاعب المحترف يبقى اميز من اللي عندي، زي معلول، زي شوف هاني جاب هدف النهارده ناحيه اليمين، هاني جاب هدف ومعلول ناحيه الشمال جاب هدف، حتى لو ما جابش معلول هدف اهم من هاني بكتير، ده باك وده باك، بس معلول بيعمل كل حاجه وهاني ما تحسش بيه خالص، لعيب ناشئ قليل. والنادي الاهلي هتغلطوا غلطه كبيره لو احمد فتحي ما استخدمتهوش في الاربع ماتشات بتوع افريقيا، هتلعب ماتشين قبل نهاية وهتلعب ماتشين نهائي ان شاء الله، النادي الاهلي هتوصل، اوعى ما تلعبش فتحي، هاني شكرا كباك رايت غير فتحي خالص. عارف ان احنا نقول ايه؟ هاني كويس كويس بس كويس مع انبي والحاجات دي، لكن فتحي حاجة تانية خالص. يخلص عقد فتحي الاهلي ياخد بطولة افريقيا، او الزمالك النادي الاهلي ياخد بطولة افريقيا، شكرا يا فتحي روح كل عيش في حتة تانية. يبقى الاهلي استفاد مش معنتش ما لعبش هاني على حساب، وانا عارف ان فايلر على فكرة هيلعب فتحي، انا عارف يعني متأكد من تفكيره. يعني ديانج بقى اول تغيير،
انا والله وانا قاعد كده لقيت بادجي وحمدي فتحي، رحت قايل ايه هيطلع ديانج ومروان. انا قلت كده، وقبل ما الراجل يرفع قلت معقوله فايلر هيعملها، هيطلع ديانج ويطلع مروان. سبحان الله اللي انا قلته راح اعمله، لقيت ديانج طالع ولقيت مروان، هما دول اسوأ اتنين. هو فايلر خلي بالكوا اللعيب المحترف وبتاع، بيبقى هو ده المحترف ويعملوا له مؤتمر صحفي انما ساعة الجد ما فيش بقى حاجة اسمها محترف. النهارده فايلر واقف يا نهار اسود، وانا بعد الرجوع واقول لهم انا عايز عقود جيالي وبتاع اتعادل، يا نهار احلها ازاي؟ مين الوحش النهارده؟ ديانج يتغير، مروان يتغير، مفيش مجاملة. ممكن اجامل في حوار. الناس بقى اللي بتحلل مباريات النادي الاهلي في التلفزيونات يقول لك ايه هاني، لا هاني عظيم، هاني زيه زي فتحي. عارفين ليه؟ ان هاني ده ابن النادي، مرنه كابتن فلان وكابتن فلان وكابتن فلان وكابتن، فما يقدرش يعيبه في هاني. عشان كده هاني فضل متقيد 7 8 سنين، واحمد فتحي عنده 70 سنه وبيلعب. دي 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 مساوئ اولاد النادي الاهلي، ما بيردوش يعيبوا في النادي الاهلي. انت ما بتعبش في النادي الاهلي يا عم، قول اللي انت شايفه. برضو يقول لك ديانج اهم مكاسب الدبابه، ديانج افضل وقت. ديانج ايه؟ كويس بس حمدي فتحي نزل ربع ساعه مفيش بصه غلط، حمدي فتحي مفيش بصه غلط. جيبوا الشيط الماتش اتفرجوا عليه يا جماعه، الحاجات دي متاحه دلوقتي على اليوتيوب وعلى المواقع وبتاع. اتفرج على الماتش كده شوف كام بصه ديانج بصاها النهارده، شوف ديانج كام بصه غلط، وشوف حمدي فتحي لما جه لو لمس 5 6 كور ولا بصه غلط. ولاعيب كوره محمد محمود ان شاء الله هيرجع باذن الله، اللي كان في دجله وكان منتخب مصر وربنا يا رب يرجعه بالسلامه، قد ديانج 100 مره. هو ده اللي انا بتكلم فيه، انا مالي بديانج؟ هو ديانج ده كان جوز خالتي ولا ديانج ده واحد جه افريقي بالدولار النهارده بيلعب سروهات عند الحارس المرمى الثاني، انما السوليه السروهات بتاعته 10 على 10، افشا السوليهات بتاعته 10. النهارده لما يجي يطلع 3 نص ملعب سوليه وافشا وديانج، فايلر محترف وحقاني وبتاع كوره، قالك ديانج يطلع ومروان اللي مبوظ اللعب قدام ده يطلع، هو ده المدرب. فكان الحمد لله كلامي مع الوقت ومع الماتشات بقى الجده والتجهيز المصري، اصل الماتشات دي ايه؟ هي معدوده، ماتش النهارده يوم الجمعه ماتش لغايه ما تلاقي نفسك هتلعب قبل نهائي افريقيا، فبتجهز لعيبتك وبتاخد قرارات مين التشكيل الاساسي اللي هتلعب بيه. لا 3 نص ملعب، قفشه ما يطلعش من الملعب، السوليه ما يطلعش من الملعب، حمدي فتحي يلعب مكان السوليه؟ لا. انا قلتها في الكلام على النادي الاهلي ان السوليه وقفشه وديانج، حمدي فتحي لما يرجع مكان ديانج، محمد محمود لما يرجع هيلعب مكان ديانج، ده فيبقى في مشكله. محمد محمود لما يرجع انا رايي محمد محمود ممكن يقعد قفشه اللعيب، يعني حاجه سوبر يعني. محمد محمود ده ربنا يحفظه يا رب. طولت عليكم. افضل لاعب في الملعب عجبني جدا جدا من انبي كريم الباك شمال، حاجه جميله يعني جدا، برغم ان هو السبب في الهزيمه، الكره اللي راجع فيها نايم دي هو اللي كان كشف الاوفسايد. ومحمود جاد الحارس برضو كان عاجبني جدا في انبي. وثلاثي النادي الاهلي محمود متولي والسوليه وقفشه كانوا مميزين جدا النهارده جدا. ما فيش أسوأ بقى يعني، احنا لسه بقى راجعين من كورونا وفي لعيبه لسه في غيبوبه، فما فيش أسوأ يعني. بس انا جيراردو لعب 2 سنين في النادي الاهلي. في نقطة صحيح، المعلقين بتوع احنا اتفقنا في كل فيديوهات هنتكلم على الافضل نجم المباراة واسوأ ما في المباراة، بس عشان لسه في ماتش الزمالك ما قلتش، قلت مجموعة لعيبة برضو ما قلتش لاعب بعينه عشان نديهم فرصة، عشان الاسوأ بعد كده هنقوله يبقى هو لعب 2 3 يبقى احنا شفناه كويس ما نظلمهوش. المعلقين بتوع المباراة، معلق ماتش الزمالك والمصري ومعلق ماتش الاهلي، وهو هم القناة بتجيب معلقين عشان جماهير الاهلي ولا بتجيب معلقين عشان مباراة الزعف في التلفزيون؟ النهارده جايبين المعلق ده عشان جماهير النادي الاهلي، الماتش اللي فات جايبين معلق عشان جماهير نادي الزمالك. يا ريت المعلقين يحطوا كمامه، الكمامه اللي احنا بنلبسها دي بس حديد ما تطلعش الصوت. ايه يا عم ده في ايه؟ ايه ده في بجد والله؟ هي ان بي دي بتلعب في كوالالمبور في بلد تانية؟ دي بقى نادي مصري ولا المصري؟ نادي المصري ده من اسيا؟ ايه يا عم ده النهارده راجل عامل يقول اشعار
وعلول والمكرونه والبلح والسميت والقطايف، وورينا بقى الجلاش. وبعد كده قال لك ايه، انا والدي مات من يومين. والدك مات من يومين، تبقى يعني متأثر، مش عمال تجيب عايزين نجيب الشربطات والكنافات والقطايف في ايه يا عم؟ القنوات يا جماعه ما تطبلش للجماهير عشان خاطري، خلي في حاجات لازم يبقى في تحيز. الحكم ما يكونش متحيز للفرقه، المعلق ما يكونش متحيز للفرقه. ده احنا لو بنلعب فرقه من تونس، لو احنا النادي الاهلي او النادي الزمالك بيلعب فريق من تونس في استاد القاهره، وتونس ماسكه الكره، فرقه تونس دي صفاقسي، اي فرقه مقطعه الاهلي، انا كمعلق اقول والله تونس احسن من الاهلي اول ربع ساعه، لازم اقول الحق، لازم اقول اللي شايفه، حتى لو انا عايز الزمالك يكسب بس اقول اللي شايفه. المعلق يا جماعه ما يفضلش يطبل. انا ببقى انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، فيعني بقدر. انا وانا كنت بقى بلعب في نادي المقاولين، مره جبت جون والله العظيم في الزمالك، والله العظيم خطفتها من اشرف قاسم، فالمعلق لما روحت البيت له بيقول ايه، ويروح واشرف قاسم بيوقفها غلطه. انا توقعت، عملت ان انا هخش على اشرف قاسم فطلعها بدماغه، فضلت انا ورا، فلما طلعها بدماغه انا خدتها، فروحت على الجون لقيت المعلق، وغلطه كبيره 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 من اشرف قاسم، وجوه الجون جون جون جون. روحنا نسنتر، وفي الاخر في الاخر مصطفى صادق احرز الهدف، اشرف قاسم اهدل. يعني هو الحوار كله ان اشرف قاسم غلط فالزمالك دخل في جول، انما نادي المقاولين او صاحب الهدف مصطفى صادق ده اصلا من زيمبابوي، يعني ما نجيبش سيرته. فعشان خاطر يا جماعه لازم يبقى في عدل، لان لعيبه الان بي ليهم اهالي وليهم صحاب ونادي كبير ونادي محترم، نادي المصري ليهم بلد محافظه كامله. فما تجيليش بقى المذيع يا زملكاوي يا حبيب قلبي وعايز يبوس في الميكروفون، طب ما انت هتحرق دم الناس التانية يا عم، خليك محايد. كل سنه وانت طيب. اشتركوا بقى في القناه، هزعل، اشتركوا في القناه وفعل الجرس عشان نبقى متواصلين مع بعض على طول. شكرا، السلام عليكم.